متحمس كثير. يلا ان شاء الله ليله من العمر اليوم بدنا نولعها. هاي واضح. ايه عملنا غنية جديدة هلا نزلناها انت حلم. الحمد لله عم يوصلني كثير كومنتس حلوة صراحة. مبسوط بردة فعل الناس وان شاء الله هيك مع الوقت بعد بيعرفوها اكثر. هلا النهار نازلة فان شاء الله مع الوقت هيك بتبين اكثر وبتعمل شيء هالغنية لانه حلوة بحبها يعني. بحس هذا عصر ألبومز هلا يعني صارت غير ايام قبل. قبل كان ايام كاسات والسي دي وهيك. هلا على السوشيال ميديا بتحس الالبوم بطل ياخذ حقه مثل ايام زمان. هي البدايه كانت الاساس حلوه بس لما اكون على المسرح مع ابو الوليد غير ما اكون على المسرح لحالي. بتحس مسؤوليه انه واقف حدك تاريخ يعني. انسى انه هو بي فنان وصار له 30 سنه يعني بيطلع على مسارح وهيك. ففي بتعرفي في يعني في له هيك رهجته. في كثير اغاني مش غنيه واحده. في كثير اغاني له بحبها. كل اغاني ثلاث ارباع اغاني بحبها. وحب لعينك ما ينقاس يا ساكن قلبي وبالي. هي طيور بالعالي انه على حالي. رح أقول لك شغلة عندها على السوشيال ميديا يعني في من كل دول العالم العربية إذا بدك فانز وفولورز. فما في حدا معين يعني. أنا بغني كل الألوان وأكترية الأشياء اللي بغنيها مفهومة بكل الدول العربية يعني. ما بغني شيء مخصص. فمشان هيك أنا يعني إذا بدك شوي انتشرت. كون نصير أنا وياك نجمة بالسما وغيما. الحمد لله كل يوم حلو. ألف الحمد لله على كل شيء. كتر خير الله دينا. روق شوي بالبرسوناليتي انه روق اهدى كثير هيك. عندي طاقه هيك محمس. مره كانوا عم يقدموني بحفله بامريكا ولقبوني عنه عم يقدموني برنس الحلانيه. كان مهضوم. ما عندي خوف. ما بخاف الا من ربي. ما بخاف من بكره. انا انسان اذا بدك قلبي قوي بالحياه يعني. ما بعت الهم. كتير مسارح. في مسرح قلعة بعلبك بلبنان أول شغلة. في كارتاج. في موازين. في جرش. في الأوبرا بمصر. في كتير مسارح أكيد هدفنا نوصل له. بس بدأ وقت يعني. هيدا إن شاء الله بنحقق هالأحلام. بحبكم قد الدنيا وهي بوصل لكم. Thank you. هي طيور بالعالي خيرنوا على حالي. هي طيور بالعالي خيرنوا على حالي.